السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pre-stress concrete design. النقطة التاسعة Elastic Flexural Analysis. Figure 8A shows a pre-stress simple beam span with curved tendons. The portion of the beam to the left of the vertical cutting plane XX is taken as a free body with forces acting as shown in Figure 8B. جاي نشوف الفيجر 8 اللي هو pre-stressing force acting on concrete عندي simple beam سناد بسيط والتندون البروفايل مالته على شكل كيرف. اخذنا مقطع XX في هذه النقطة وظهرت عندي مجموعة من القوى مثل ما جاي نشوفها بشكل B. The force P at the left end is exerted on the concrete through the tendon anchorage, while the force P at the cutting plane XX results from combined shear and normal stresses acting on the concrete surface at that location. The direction of P is tangent to the curve of the tendon at each location. جاي نشوف هنا عندي مجموعة من القوى. القوة الأولى اللي هي الـ P اللي هي موجودة على اليسار الناتجة من الأنكورج مثل ما موجود هنا نتيجة التندون أنكورج اللي هي هاي القوة الناتجة من التندون أنكورج، بينما هذه القوة هم مقدارها P ناتجة من قطع التندون في هذا في هذه النقطة. طبعا القوة P بهالمكان وبهالمكان راح تكون هي عبارة عن مماس المن تانجنت to the tendon curvature، يعني حسب ميل التندون. نشوف بانه القوه هنا والقوه هنا هي مماس. القوه هذه شو سببها؟ سببها combined shear and normal stresses acting at the concrete surface at that location، يعني نتيجه لوجود shear ونورمال stresses combined، يعني تجمع الشير والقص والنورمال stresses وين؟ في هذه النقطة، في هذه النقطة، في هذا المقطع. طبعا لو نجي نشوف ايضا هنا هذا اللي هو الخط المنقط اللي هو عبارة عن section centroid. المسافة من section centroid إلى أعلى نقطة في البيم نسميها C1. المسافة من section centroid to the most top fiber أو to the top most fiber نسميها C1، بينما المسافة من السكشن سنترويد إلى أوطأ نقطة في البيم bottom most fiber أو most bottom fiber شو نسميها؟ نسميها C2. المسافة من السكشن سنترويد إلى أعلى نقطة C1، والمسافة من السنترويد سكشن إلى أقل نقطة أو أوطأ نقطة نسميها C2. هسه نجي نكمل. Note the presence of the force N acting on the concrete from the tendon due to tendon distribution depending upon the tendon profile. نشوف هنا اكو قوة مقدارها P. اكو قوة P ناتجة شنو؟ ناتجة من ضغط التندون على الكونكريت على طول التندون. نشوفها acting on the concrete from the tendon due to tendon curvature. بسبب شنو؟ بسبب التندون، بسبب التقوس مع التندون. The force will be distributed in some manner along the length of the tendon. راح تتوزع هذه القوة، هذه القوة راح تتوزع على طول التندون بشكل معين. The exact resultant acts can be found from the force diagram of figure 8C. هسه راح نجي اذا اريد اشوف resultant force اللي موجوده عندنا، اللي موجوده عندنا هي عباره عن هذا الشكل. هاي القوه اللي هي البي اللي هي موجوده بسبب الانكرج اللي هي جايه من هذه النقطه الى هذه النقطه بسبب الانكرج تندون، بينما هذه القوه بي اللي هي للاعلى جايه من قطع التندون في هذه النقطه. اما الان فهي اللي هي جايه من شنو؟ من ضغط التندون على الكونكريت
واللي يكون موزع على طول التندر. الآن it is convenient to divide the pre-stressing force P into its components in the horizontal H يساوي P cosine theta and vertical directions V يساوي H tan theta ويساوي P sine theta figure 8D. الآن إذا أجينا أخذنا القوة اللي موجودة بالمقطع XX اللي هي هاي الـ P اللي موجودة لعلى هنا هذه النقطة من هذا المكان إلى هذا المكان. الزاوية اللي تسويها مع الأفق هي ثيتا اللي هي نفس هاي الزاوية. إذا أجينا حللنا هذه القوة P اللي هي المائلة إلى مركبتين، مركبة أفقية ومركبة عمودية. فإذا هي نفس هنا هاي يعني هاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية، فإذا أخذنا هسه القريب المركبة القريبة للزاوية فايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي H اللي هي الهورزونتال تساوي P كوساين ثيتا. دائما المركبة القريبة للزاوية تكون كوساين ثيتا، بينما المركبة البعيدة اللي هي النورمال شو تكون؟ P ساين ثيتا. فإذا عرفنا بأنه ال H تساوي P كوساين ثيتا وعرفنا بأنه ال V تساوي P ساين ثيتا. زين إذا هسه أخذنا ال P هنا وطلعنا قيمتها فراح تكون هي عبارة عن H تقسيم كوساين ثيتا. إجينا هسه نعوضها هنا ال P نعوضها هنا اللي هي عبارة عن H تقسيم كوساين ثيتا في ساين ثيتا، معناته P ساين ثيتا على كوساين ثيتا، بمعنى آخر H tan ثيتا. Since the slope angle is normally quite small، هنا الـ slope angle الزاوية تكون كلش قليلة، كلش قليلة يعني قريبة من الصفر، قريبة من الصفر. فإذا إذا كانت الزاوية ثيتا قريبة من الصفر كوساين ثيتا ايش راح يكون مساوي؟ راح يكون مساوي الى واحد ما دام هي قريبه من الصفر. فاذا كان ال h تساوي p كوساين ثيتا وهاي القيمه مقدارها واحد فراح تصير ال h تساوي p. The magnitude of the pre-stress force is not constant. هنا نجي الى ال pre-stress force. عرفنا من المحاضره السابقه بانه ال pre-stress force ما تكون ثابته، تمر بمرحلتين. المرحله الاولى هي انه انا عندي جاكينج فورس اللي هي القوه المسلطه بالجاكينج. من راح تنتقل الى البيم راح يصير عندي لوسز. راح يصير عندي لوسز اللي هي الالاستيك شورتنينج، ومثل ما موجود هنا الالاستيك شورتنينج، سليب اوف انكرج، ولوس ديو تو فريكشن. ثلاث انواع اللي هي نسميها ايميديت او شورت تيرم لوسز. بسبب هذه الخسائر راح تتحول يعني راح تنقص القوه من الجاكينج فورس الى قوه نسميها initial pre-stress force. فاذا the magnitude of the pre-stress force is not constant، هي مو ثابته. The jacking force Pj is immediately reduced to the initial pre-stress force Pi because of مثل ما قلنا انه القوه اللي هي الجاكينج فورس المسلطة، يعني هي القوة المسلطة بالجاكات يعني بالجاكينج راح تتقلص بشكل سريع إلى الانيشال بريستراس فورس البي آي. نتيجة شنو؟ نتيجة الإلاستيك شورتنينج أوف ذا كونكريت، وأيضا سليب أوف تن داون، وأيضا اللوسز ديو تو فريكشن بتوين ذا تن داون أند ذا كونكريت اللي هي طبعا بالبوست تنشن. احنا طبعا قلنا بالبريتنشن ماكو خسائر بسبب الفريكشن، لكن اكو فد مجال قليل من الخسائر between the tend down and the strand alignment device اللي هي تصير بالبريتنشن. لكن احنا نعتمد بالنسبه الى اللوسز نعتمد دائما بالبوست تنشن. هذه المرحله الاولى. المرحله الاولى القوه اللي هي جاكن فورس تحولت الى الانيشال بري ستريس فورس. نجي على المرحله الثانيه. المرحلة الثانية there is a further reduction of force from Pi to the effective pre-stress Pe
occurring over a long period of time at a gradually decreasing rate because of. هسه ال initial force, the initial pre-stress force راح تنقص الى ال effective pre-stress force. نتيجة شنو؟ يعني راح تتناقص بالتدريج مع الزمن نتيجة لل long time او long term losses اللي هم مثل ما قلنا ال concrete creep under the sustained pre-stress force, concrete shrinkage and relaxation of stress in the steel. In developing elastic equations of flexural stress, the effects of pre-stressing force, self-weight moment, and dead and live load moments are calculated separately, and the separate stresses are superimposed. هنا من نجي نسوي المعادلات مالت الفلكتشرال ستريسز الافكت مالت اولا البري ستريسنج فورس البيم سيلف ويت والديد لود واللايف لود هذا كل وحده راح نحسبها ببحدها كالكوليتد سيبريتلي بشكل منفصل تنحسب بشكل منفصل بعدين هذه المحصلات او هذه المركبات الستريسز ايش راح نسوي راح نجمعها ار سوبر امبوز راح ندي نجمعها نجي الان في البدايه when the initial pre-stress force pi is applied with an eccentricity e below the centroid of the cross section with area ac and top and bottom fiber distances C1 and C2 respectively, it causes the compressive stress ناقصاً PI على AC and the bending stresses PI E C1 على IC and ناقصاً PI E C2 على IC in the top and bottom fibers respectively. طبعاً هنا compressive stress are designated as negative tensile stresses as positive مثل ما راح نشوف بالفيجر 9A فاذا هنا بالمرحله الاولى الانيشال بريستس فورس اللي هي البي اي راح تكون مطبقه او موجوده مع ايسنتريسيتي مقدارها اي below the centroid of the cross section الاريا مالتي احنا كنا نسميها اي بشكل عام هسه راح نسميها اي سي معناتها اي كونكريت التوب and bottom fiber distances مثل ما قلنا احنا ال distance من centroid section الى الاعلى راح نسميه C1 ومن centroid section الى الاسفل راح نسميه C2 هذه القوة ال PI ايش راح تسبب لي؟ راح تسبب لي compressive stress اللي هو مثل ما قلنا بالمحاضرات السابقة هذا يكون normal stress direct stress موزع من موزع على على الكونكريت من اعلى الى اسفل جقد مقداره دائما سالب ناقصا بي اي على اي سي الاي سي مثل ما قلنا هي شنو هي الاريا اوف كونكريت اضافه الى شنو الى بندنج ستريسز البندنج ستريسز هاي شو تمثل تمثل بي اي اللي هي بري ستريسنج فورس الانيشال بري ستريسنج فورس الاي اللي تمثل اسنتريسيتي السي 1 اي هي المسافه من السنترويد سكشن الى الاعلى على الاي سي اللي هي المومنت اوف انيرشيا اوف كونكريت سكشن هاي اللي هي شنو البندنج ستريسز الى الاعلى اشارتها موجبه اند بي اي طبعا اشارتها سالبه ناقصا بي اي اي سي 2 على اي سي ال PI هي ال initial pre-stress force ال E تمثل شنو ال eccentricity وال C2 تمثل المسافة من السنترويد إلى أوطى قمة في البيم يعني أسفل قمة في البيم ومثل ما نعرف أنه ال IC على ال C2 إيش راح تمثل لي راح تمثل لي ال Z مالت المقطع إلى الأسفل وهذا هذا الستريسز هاي وين موجودة موجودة في الأسفل يعني إشارتها سالبة الكومبرسيف ستريس شلون نقدر نوصفها
توصف على انه سالب، بينما التنس سالب توصف على انه موجب. فاذا الستريسز هنا انا راح تكون كما هي. توب فايبر ستريس بالتوب، الستريسز بالتوب تساوي ناقصا بي اي على اي سي زائدا بي اي اي سي 1 على اي سي. وطبعا اذا اخذناها بصيغه الراديوس اوف جيريشن راح تكون ناقصا بي اي على اي سي 1 ناقص اي سي 1 ار سكوير، مثل ما اخذناه من المحاضره السابقه. هاي بالتوب هنا ناقص نفتح قوس 1 ناقص، بينما بالبوتوم طبعا هنا مثل ما جاي نشوف بالتوب دائما الاولى سالبه والثانيه موجبه، بينما بالبوتوم لا نشوف الاولى سالبه والثانيه ايضا شنو؟ ايضا سالبه، فنشوف سالب سالب وتكون مساويه ايضا الى ناقصا بي اي على اي سي 1 زائدا اي سي 2 على ار سكوير. طبعا السالب راح نطلع عامل مشترك فهنا الاشاره راح تكون موجبه. Where R is the radius of gyration of the concrete section. Normally, as the eccentric pre-stress force is applied, the beam deflects upward. هنا طبعا من ال pre-stressing force راح تنضاف مع eccentricity. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي deflection الى الاعلى اللي احنا نسميه camber. Deflects the beam deflects upward اللي نسميه camber. في هذه المرحلة لحد الآن احنا السيلفويد مالت البيم ما مشتغلين به، ما دخلناه بنظرة، ما أخذناه بنظرة اعتبار. هسه نبدي ناخذه بنظرة اعتبار. The beam self-weight اللي هو omega naught then causes additional moment m naught to act and the stresses become as shown in figure 8 شلون الفيجر 9B. فاذا هسه راح يدخل تاثير شنو؟ تاثير الستريسز نتيجه للسيلف ويت مالت البيم. طبعا سابقا احنا السيلف ويت مالت البيم سميناه ام جي، لكن من هذه المحاضره وصاعدا راح نسميه ام نوت، راح نسميه ام نوت. فاذا التوب فايبر ستريس راح يمثل الاف تي اللي هو نفس هذا الجزء ناقصا ام نوت سي 1 على اي سي. ليش ناقص؟ لانه العزم او السيلف ويت مالت البيم راح يسبب لي ديفليكشن الى الاسفل، بمعنى اخر كومبريشن الى الاعلى وتنشن الى الاسفل، عكس البري ستريس فورس وذ اسنتريسيتي. البوتوم فايبر ستريس اللي هي FB تساوي ناقصا PI على AC 1 زائدا EC2 على R سكوير سد القوس زائدا M0 C2 على IC. الآن لحد هذه المرحلة احنا جاي نشتغل على الـ Pre-stress Initial Force، واحنا هسه بالخسائر اللي هي الـ Immediate، يعني خلصت الخسائر الـ Immediate وصار انا عندي هسه initial pre-stress force. راح تبدي هسه شلون تشتغل؟ راح تبدي تشتغل الخسائر اللي هي long term losses. At this stage time dependent losses due to shrinkage, creep and relaxation commence. فاذا هسه راح تبدي تشتغل شنو؟ الخسائر بسبب shrinkage والcreep بالكونكريت والستيل relaxation راح تبدي تشتغل. و and the pre-stressing force gradually decreases from PI to PE. ومقدار البريستريسنج فورس راح ينقص من ال PI اللي هي بريستريسنج انيشال فورس الى ال PE effective pre-stress force. It is usually acceptable to assume that all such losses occur prior to the application of service loads. Since the concrete stresses at service loads will be critical after losses, not before. طبعا هنا هذا الشيء مقبول بانه نفرض بانه الخسائر هذه الخسائر راح تظهر او كل الخسائر راح تظهر يمتى؟ عند 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 تطبيق الحمل الخدمي اللي يمثل اللايف لود والديد لود والسيلف ويت اللي هو موجود اصلا. ليش؟ لانه الكونكريت ستريسز على سيرفيس لودز يمتى راح تكون كريتيكال؟ تكون كريتيكال بعد الخسائر مو قبلها.
بعد ما هذه الخسائر تشتغل راح تكون يعني لما تقل قيمه البريسيسنج فورس الى البي اي راح تكون هنا طبعا الحاله حرجه بالنسبه لي لانه قيمه البريسيسنج فورس راح تقل. Accordingly, the stresses in the top and bottom fiber with PE and beam load acting become. هسه شو راح نشتغل؟ راح نشتغل فقط ال PE وال beam load acting فقط. بعدنا هسه ما مدخلين ال bending moment due to live load و dead load. شو راح يصير؟ يعني مثل ما قلنا احنا راح نحسب هاي الشغله بالتدريج وحده وحده. هنا طبعا التوب فايبر ستريسز والبوتوم فايبر ستريسز هي نفسها بالانيشال فقط هنا البي اي شو تحولت راح تصير بي اي نفسها فقط البي اي اللي هي الانيشال بريسس فورس شنو صارت بي اي ناقصا بي اي على اي سي 1 ناقصا اي سي 1 على ار سكوير ناقصا ام نوت سي 1 على اي سي نفس الشيء بالتوب والبوتوم مثل ما هو موجود بالانيشال بريسس فورس. When the full service load اللي هو dead load and self weight of the beam زائدا service live load are applied مثل ما راح نشوف بفيجر 9C the stresses are هسه راح تطبق كل ال service load full service loads اللي هي dead load self weight مات البيم و service live load راح تطبق فش راح يصير عندي راح تصير عندي ال top stresses وال bottom stresses كالتالي. Top stresses راح تكون ناقصا PE على AC 1 ناقصا EC 1 على R سكوير نسد القوس. طبعا هنا الإشارة بالنسبة إلى الأعلى والأسفل بالنسبة إلى التوب والبوتوم للـ Full Service Load هي نفسها. ليش؟ لأنه الـ Self Weight مالت البيم راح يسبب لي Deflection إلى الأسفل معناته Tension إلى الأسفل وCompression أعلى. ايضا البندنج مومنت والسيرفيس لايف لود البندنج مومنت ديو تو ديد لود وديو تو لايف لود ايضا راح يسبب لي شنو راح يسبب لي تنشن اسفل وكومبريشن اعلى بمعنى اخر ايضا الاشاره تكون سالبه لاعلى وتكون اشاره موجبه الى الاسفل. راح نشوف الان هذا الشكل اللي هو شكل 9 اللي هو كونكريت ستارس ديستريبيوشن ان بيم الـ A effect of pre-stress هنا أنا فقط هنا أنا عندي الـ effect of pre-stress مثل ما قلنا الـ هنا أنا طبعا شنو دخلت عندي؟ دخلت عندي الـ losses اللي هي short term وحولت لي jacking force إلى initial pre-stress force فشو صار عندي؟ صار عندي ناقصا PI على AC وهذا راح يكون هو direct يعني سالب إلى أعلى وسالب إلى أسفل واحنا قلنا بانه انا عندي اسنتريسيتي يعني تن داون بي اسنتريسيتي فاذا راح يسبب لي بندنج ستريسز اللي هي البي اي الاسنتريسيتي سي 1 على اي سي نفس الشيء هذا طبعا راح تكون موجب الى اعلى ويكون موجب الى اسفل والريزلتنت راح تكون بهذا الشكل راح تكون بهذا الشكل. من اجينا هسه دخلنا التاثير مالت السيلف ويت طبعا هذا التاثير هذا اللي هو تاثير البريسيسنج فورس نفسه اجى هنا أنا. شنو دخل عليه هسه؟ دخل عليه التاثير مالت البيم سيلف ويت البيندنج ستريسز ديو تو سيلف ويت هذا سبب لي كومبريشن اعلى وتنشن الاسفل المحصله النهائيه راح تكون بهذا الشكل مثل ما هو موجود مثل ما شفنا بالمعادلات السابقه. الان لهذه المرحله بدات تشتغل شنو؟ بدات تشتغل ال stresses او بدها تشتغل ال losses اللي هي long term اللي هي shrinkage الكريب والستيل relaxation تحولت القوه من PE من PI الى شنو؟ الى PE ايضا PE على AC اشاره سالبه 1 ناقصا EC1 على R سكوير سد القوس ناقصا M0 C1 على IC هاي نتيجه شنو؟ نتيجه البريسيسنج فورس زائدا شنو؟ الافكتيف بريسيسنج فورس زائدا شنو؟ البيم سيلف ويت. شنو صار عليها زايد؟ الاضافي هو شنو؟ الديد لود واللايف لود. الديد لود واللايف لود. المحصله النهائيه مثل ما اخذناها في المعادلات السابقه.
It is necessary in reviewing the adequacy of a beam or in designing a beam on the basis of permissible stresses that the stresses in the extreme fibers remain with specified limits under any combination of loadings that can occur. هنا في مراجعتنا للستريسز اللي موجوده بالبيم وايضا عند التصميم اعتمادا على البيرميسبل ستريسز يعني الاجهادات المسموحه. طبعا لازم عند التصميم لازم نعتمد على الاجهادات المسموحه في الستاندرد اللي موجوده عندنا. مثلا احنا دائما نعتمد على الاي سي اي كود او ممكن واحد يعتمد على الكود البريطاني. بالنسبه ان احنا الاي سي اي كود نشتغل عليه هنا يعطيني permissible stresses، يعطيني الستريسز بالاعلى وبالاسفل، فلازم انا اكون شنو؟ اكون مقيد بها. المفروض انه الاجهادات عندي ما تزيد عن هذه الستريسز المسموحه اللي معطيني اياها الكود. That the stresses in the extreme fibers، extreme fibers شنو يقصد بها؟ يقصد بها الفايبرز اللي موجوده الى الاعلى والى الاسفل. يعني top most fiber و bottom most fiber، هذه الاجهادات اللي هي top والbottom most fiber المفروض انه اللي يسميها extreme اللي هي البعيده كلش متطرفه، المفروض هذه تبقى within specified limits under any combination of loadings، يعني تحت تاثير اي تركيب في القوه، اي اضافات في القوه. يعني انا المفروض اخذ بنظر الاعتبار الديد لود واللايف لود والسيلف ويت وطبعا الاعتيادي بريستريسنج فورس، فهذا الكومبينيشن مالت اللود المفروض انا اذا اطبقه هذه الستريسز تكون ضمن الحدود المسموحه بها. Normally the stresses are the section of the maximum moment in a properly designed beam must stay within the limit states defined by the distribution shown in figure 10. As the beam passes from the unloading stage, اللي هو PI plus self weight, to the loaded stage PE plus full service loads. فإذا هنا بشكل عام الـ stresses بالمقطع الخاصة بالmaximum moment، نشوف احنا وين المقطع مع maximum moment. إذا عندي safety supported وين يكون maximum moment؟ يكون maximum moment وين؟ دائما بالcenter line أو بالمنتصف. فحتى نصمم البيم بشكل اعتيادي بشكل ملائم المفروض انه الستريسز تبقى within the defined distribution اللي هو الموجود عندي هنا. بيا مرحله بمرحلتين، مرحله الانلودد ستيج اللي هي البي اي ومع السيلف ويت، والمرحله الثانيه اللي هي اللودد ستيج اللي هي البي اي بلس فول سيرفيس لودز اللي هي تمثل شنو؟ تمثل السيلف ويت واللايف لود والديد لود. خلينا نجي نشوف من هنا هذا الشكل. Figure 10 stress limits unloaded beam with initial pre-stress plus self weight. جاي نشوف هذا اللي هو unloaded. المفروض اللي هو stresses بالاعلى تكون ضمن ال FTI ما تتجاوزها وبالاسفل ضمن ال FCI. شنو ال FTI وال FCI؟ FCI and FTI are the permissible compressive and tensile stresses respectively. اذا compressive FCI compressive وال FTI tensile stresses respectively. And the concrete immediately after transfer يعني مثل ما قلنا ال FCI وال FTI هي permissible compressive stresses permissible compressive and tensile stresses للمن للكونكريت يمتى؟ immediately after transfer يعني في مرحله الانيشال فورس اللي هي بي اي، بينما الاف سي اس والاف تي اس are the permissible compressive and tensile stresses at service loads. اذا الاف سي اس والاف تي اس هي عباره عن الكومبرسيف اف سي اس كومبرسيف والاف تي اس tensile stresses بيا مرحله في مرحله السيرفيس لودز اللي هي الديد لود لايف لود و سيلف. هذا الجدول يوضح لي الستريسز بشكل مختصر
وشنو هي permissible stresses اللي المفروض ما تتجاوزها مثل ما موجود بالشكل رقم 9 رقم 10 العفو. stresses at transfer في البدايه عند initial pre-stress force مثل ما اعطينا المعادلات موجوده عندنا هنا بالعلى المفروض انه تكون اقل او تساوي ال FTI اللي هي التنسايل ستريس بينما ال FB اللي هو بالاسفل هذه المفروض انه ما تتجاوز ال FCS اللي هي الكومبرسيف بيرمسبل ستريسز. هاي هسه الاي شو تمثل؟ تمثل المرحله الاولى اللي هي الانلود. اجينا هسه مرحله اللودد بس شنو صار عندي بعدنا ده فقط عندي هسه ال السيلف ويت مالت البيم بعد الفول سيرفيس لود ما مشتغل. effective stress after losses بعدني هسه ما داخل الى السيرفيس لود. شنو صار عندي؟ لازم نلاحظ هنا هاي النقطه مهمه. الاف تي مثل ما وجدناها بالمعادله هذه المفروض تكون اقل او تساوي اف تي اس لانه فقط عندي شنو؟ فقط عندي انا البندنج مومنت ديو تو شنو؟ او بندنج ستريسز ديو تو سيلف ويت. فالمفروض هنا تكون بالعلى تكون اقل او تساوي التنسايل ستريسز ات سيرفيس لود بينما هنا المفروض تكون شنو؟ المفروض تكون اقل او تساوي التنسايل الكومبرسيف ستريسز ات سيرفيس لود. هسه احنا الخسائر مالت البريسيسنج فورس اللونج تيرم اشتغلت وتحولت القوه من بي اي الى بي اي لكن هسه فقط المطبق شنو عندي؟ سيلف ويت. اجينا هسه للسيرفيس لود فاينل ستريس هاي النهائيه كلش نتيجه للبندنج ستريسز ديو تو بندنج ديو تو لايف لود ديو تو ديد لود وديو تو سيلف ويت. تشوفون هنا شنو صار عندي؟ كانت بالاعلى لما فقط السيلف ويت موجود كانت اقل او تساوي ستريسز FTS بينما هنا هسه بعد ما الفول سيرفيس لود اشتغل شنو صارت المفروض تكون اقل او تساوي FCS اللي هي الكومبرسيف ستريس الكومبرسيف بيرمسبل ستريسز بينما بالاسفل لازم نقارنها بمن؟ بالتنسايل التنسايل ستريسز الموجوده بالكونكريت ات سيرفيس لود. ناخذ الان المثال 9.1 A post tensioned simply supported concrete beam of 12 meter span tensioned by single tendon of parabolic profile. Parabolic profile. عندي post tension simply supported concrete beam the span مالته 12 متر. هنا أنا tensioned by a single tendon يعني فقط tendon واحد. شنو البروفايل مالته؟ parabolic يعني شكل curve. على شكل كير بيم كروس سكشن بي العرض 280 ملم اتش الدبث 710 ملم. ما دام انا عندي بارابوليك معناته الاسنتريسيتي راح تكون على شكل جزئين الاي ماكسيمم اللي هي بالمنتصف تساوي 200 ملم بينما بالاطراف راح تكون الاي تساوي صفر. انيشال بريسسنج force PI تساوي 1500 كيلو نيوتن. effective ratio اللي هي الR تساوي 0.48. معطيني live load 15 كيلو نيوتن على المتر على المليمتر سكوير والديد لود معطيني اياه مساوي الى 4.4 كيلو نيوتن مليمتر على المليمتر سكوير. ال F prime sub C تساوي 43 نيوتن بير مليمتر سكوير بينما الاف اف برايم سي اي اللي هي الكومبرسيف سترينث اوف كونكريت ات تايم اوف انيشال بري ستريس الاف برايم سب سي اللي هي 34 نيوتن بير مليمتر سكوير هاي الكومبرسيف ستريس مالت الكونكريت النهائيه بينما الانيشال بري ستريس اللي هي الاف سي اي برايم كومبرسيف سترينث اوف كونكريت ات ذا تايم اوف انيشال بري ستريس اللي هي طبعا تكون دائما اقل من السبيسيفايد كومبرسيف سترينث اللي هي الاف سي الاف اف برايم سب سي اللي 34 نيوتن بير مليمتر سكوير. فاذا الاف برايم
sub CI راح تكون مساوي إلى 28 نيوتن per millimeter square. المطلوب find bending stresses, bending stress distribution at mid-span section for the following cases. إذن هو شي يريد read bending stress distribution when بالmid-span section للحالات التالية at initial condition before applying imposed load. يعني بالinitial condition يعني معناته انه dead load واللايف load بعدين ما مشتغلات. الثانية at full service load. المطلوب check results with the ACI code requirements. فالمفروض انه احنا نشتغل على الالابل ستريسز لانه جاي يقول لي check with the ACI code requirements. خلينا نجي نشوف الالابل ستريسز اللي الاي سي اي كود موجوده في التيبل واحد موجود عندكم بالمحاضرات في المحاضرات الاولى التيبل واحد at transfer بالنسبه للكومبرسيف اف سي اي برايم او اف برايم سب سي اي الكومبرسيف الكومبريشن FCI تساوي 0.6 F prime CI وتساوي 0.6 في 28 وتساوي 16.8 نيوتن بير مليمتر سكوير. طبعا المفروض انه ما تتجاوز الاسترسز هنا يعني هي هاي البيرميسبل الاسترسز اللي محدده منين من الكود المفروض انه احنا ما نتجاوزه. فاذا ات ترانسفير اللي هو بالترانسفير شنو يشتغل؟ يشتغل عندي ال F prime sub CI الكومبريشن اللي هو FCI تساوي 0.6 F prime sub CI مثل ما قلنا يساوي 0.6 في 28 ويساوي 16.8 نيوتن بير مليمتر سكوير هاي الكومبريشن. التنشن FTI تساوي 0.25 تحت الجذر F prime sub CI وتساوي 0.25 تحت الجذر 28 وتساوي 1.32 نيوتن بير مليمتر سكوير. هاي الالاوبل ستريسز ات ترانسفير اللي من يشتغل بها يشتغل بها F prime sub CI. At surface load طبعا هنا الكونكريت المفروض انه حاصل على كل مقاومته بشكل كامل اللي هو يشتغل specified compressive stress اللي هو F prime sub C. الكومبريشن راح يشتغل هسه FCS وتساوي 0.45 F prime sub C وتساوي 0.45 في 34 وتساوي 15.3 نيوتن بير مليمتر سكوير. بالنسبة للتنشن FTS وتساوي 0.5 تحت الجذر F prime sub C وتساوي 0.5 تحت الجذر 34 وتساوي 2.9 نيوتن بير مليمتر سكوير. فإذا هاي موجودة وين؟ موجودة بالجدول رقم واحد عندنا at transfer compression tension at surface load compression tension. الحالة الأولى شنو الحالة الأولى؟ initial condition. منو اللي يشتغل بها؟ اللي يشتغل pre-stress force زائد self weight. الاريا مالت البيم 280 في 710 وتساوي 198.8 في 10.3 مليمتر سكوير. المومنت اوف انيرشيا طبعا انا عندي هسه هنا المقطع مو مستطيل فاذا 280 تقسيم 12 في 730 تكعيب وتساوي 8351 في 10.6 مليمتر سربعة. الزت ايش راح يساوي؟ طبعا هنا ما دام انا عندي المقطع هو مستطيل فما عندي مشكله يعني السي هي نفسها فراح تكون يعني سي 1 وسي 2 نفسها راح تكون متشابهه فالزت تساوي اي على الواي والواي ايش راح تساوي؟ الواي راح تساوي 710 اللي هو الدبث مالت البيم تقسيم 2 فاذا الاي تقسيم الواي وتساوي 8351 في 10.6 تقسيم 710 تقسيم 2 وتساوي 23.5 في 10.6 مليمتر تكعيب. نجي الان هنا شنو صار عندي؟ هنا صار عندي ستريسز نتيجه للدايركت ستريسز زائد ستريسز نتيجه للإسنتريسيتي زائد ستريسز نتيجه شنو؟ نتيجه للسيلف ويت. نجي هسه نحسب البيم سيلف ويت دبليو تساوي 0.5
0.28 في 0.71 في 24 اللي هو الجاما مات الكونكريت وتساوي 4.77 كيلو نيوتن على المتر. فاذا ما دام انا عندي سمبلي سبورتد بيم المومنت اقصى عزم راح يساوي اوميجا ال سكوير على 8. فاذا اوميجا ال سكوير على 8 معناته 4.77 في 12 تربيع على 8 السبان 12 تقسيم 8 وتساوي 85.86 كيلو نيوتن على المتر. فاذا هسه ممكن انه نحسب الستريسز في الاعلى وفي الاسفل. ستريسز ات توب فايبر FTI تساوي ناقصا PI على AC زائدا PIE على ZC ناقصا M0 على ZC اللي هو M0 البندنج مومنت ديو تو سيلف ويت. نجي هسه كل قيمه نحط ال P والاريا نحط ال P والإسنتريسيتي ايضا Z وبالنسبه للبندنج مومنت ايضا Z نحسبها. طبعا هنا الاشاره هاي نجي نحكي على التوب اشاره سالبه اشاره موجبه والاشاره سالبه. ايش قد القيمه راح تكون مساويه ال ناقصا بي اي على اي سي تساوي ناقصا 7.55 البي اي اي على الزد سي راح تساوي 12.77 والام نوت على الزد سي راح تساوي ناقصا 3.65 وتساوي زائدا 1.57 نيوتن بير مليمتر سكوير بالتنشن. نجي هسه نشوف البيرميسبل ستريسز هنا هي ايش قد بالتنشن 1.32 بينما هنا شنو صار عندي 1.57. فاذا القيمه اللي حصلناها بالتنشن هي اعلى من القيمه اللي مسموحه بها. فاذا هذا شنو؟ هذا غير جيد نوت اوكي لانه القيمه اللي حصلناها نتيجه للاحمال نتيجة سيلف ويت ما طابقت ويا البيرميسبل ستريسز بالتنشن بالنسبه الى الترانسفير ستيج. فهنا أنا هذا نوت اوكي نكتب عليه. هو ما مطلوب من عندنا فقط انه نشيك هل انه هذا اوكي لو مو اوكي. فاحنا هنا نقول لا هذا مو اوكي لانه ما حصلنا على الستريسز اللي تكون المفروض اقل من البيرميسبل ستريسز. هذا هاي بالاعلى بالتنشن. خلينا نشوف بالستريسز بالبوتوم. ستريس ات بوتوم فايبر اللي هو اف سي اي تساوي نفسها ناقصا 7.55 ناقص الاشاره راح تتغير من زائد الى ناقص. ايضا هنا الاشاره راح تتغير من ناقص الى زائد وتساوي ايش قد؟ ناقصا 16.65 نيوتن بير مليمتر سكوير. وهذا الكومبريشن. اذا اجينا شفنا البيرميسبل ستريسز هي 16.8 بالنسبة لترانسفير ستيج 16.8. فإذا ناقصا 16.67 أقل من 16.8 إذن أوكي ما عندنا مشكلة. فإذا أوكي ما عندنا مشكلة. نجي هسه إلى المرحلة الثانية أو الحالة الثانية اللي هي راح تشتغل هسه شنو؟ راح تشتغل سيرفيس فول سيرفيس لود. نجي هسه بالفول سيرفيس لود راح يدخل عندي شنو؟ راح يدخل عندي الديد لود نتيجه البندنج مومنت نتيجه الديد لود واللايف لود. ايضا نفس الفكره ما دام انا عندي سمبلي سبورتد بيم فوين راح تصير البندنج مومنت الماكسيموم؟ في المنتصف. اذا نقول الدبليو او الاوميجا للديد لود زائد الاوميجا لللايف لود نجمعهم في الال سكوير على 8 حتى شيء يعطيني حتى يعطيني العزم راح نسميه ام سيرفيس. ام سيرفيس وتساوي 4.4 زائد 15 نجمعهم في 12 تربيع على 8 وتساوي 349.2 كيلو نيوتن متر. زين بالسيرفيس لود هنا شنو نحتاج؟ نحتاج البي افكت البي اي اللي هي الافكتيف بريستس فورس. ما تشتغل عندي الانيشال فورس الانيشال بريستس فورس. نجي هنا نشوف ال R معطيني هو قيمة ال R هنا effective ratio. effective ratio اللي هي ال R تساوي 0.48. فإذا نجي نستخدم ال effective ratio اللي هي ال R تساوي PE على PI. effective ratio
R تساوي PE على PI. بمعنى آخر إنه الـ PE إيش راح تساوي؟ راح تساوي الـ R في الـ PI. الـ PE تساوي الـ R في الـ PI. الـ R هي مقدارها 0.84 والـ PI 1500، فراح تصير عندي شنو؟ راح تصير عندي 1260 كيلو نيوتن. فإذا هسه استخرجنا الـ Effective Pre-Stress Force. فإذا هسه المعلومات كلها جاهزة عندي. الـ Effective Pre-Stress Force استخرجناها من الـ effective ratio اللي هي الـ R، وأيضا عندي الـ service bending moment due to live load and dead load، وإحنا طبعا أيضا self weight موجود حسبناه في النقطة السابقة. فإذا هسه نقدر نحسب شنو؟ نقدر نحسب الـ stresses at service load. stress at tow fiber هنا طبعا راح يكون FCS، لاحظ هنا كانت FCI، هذا شو اسمه سميناها شنو؟ هاي المرحلة اللي هي مرحلة الترانسفير، مرحلة الـ PI. لكن هسه احنا وين جاي نحكي؟ جاي نحكي على الـ PE، فراح نشتغل على الـ FCS وأيضا الـ FTS. الـ FCS تساوي ناقصا PE، تحولت هسه مو PI، راح نشتغل على الـ PE Effective Pre-Stress Force على AC زائدا. يعني شكو هسه PI تتحول إلى PE. الـ PE في الـ Eccentricity على الـ ZC ناقصاً M0 على الـ ZC ناقصاً الـ Moment نتيجة الـ Service Load اللي يمثل الـ Dead Load زائد الـ Live Load تقسيم الـ ZC. طبعاً احنا نقدر نجمعهم ذواتياتهم لأنه الـ ZC هو المقام نفسه والـ M0 فقط نقول زائداً MC والإشارة راح تبقى نفسها. إذن هسه نخلي القيم مثل ما وجدناها، فراح نبسط، راح تكون الحد الاول اللي هو ناقصا بي اي على اي سي راح يكون مساوي ناقصا 6.33. البي في الاي البي اي في الاي على الزد راح يكون 10.72. الستريسز نتيجه للسيلف ويت اللايف لود والديد لود راح تكون مساويه الى شنو؟ ناقصا 8.51. النتيجة بنسوي الجمع مالتهم حصير ناقصا 14.12 نيوتن بير مليمتر سكوير. هذا الكومبريشن. ايش قد البيرميسبل ستريسز؟ البيرميسبل ستريسز موجودة عندي مثل ما شفناها هنا، هي بالكومبريشن 15.3 نيوتن بير مليمتر سكوير. طبعا التنشن هي 2.9، الكومبريشن هسه حاليا 15.3، واذا احنا نشوف بأنه ما متجاوزين ال 15.3، احنا عندنا ناقص 14.14. طبعا هذه اشاره تمثل شنو؟ تمثل الكومبريشن. يعني تقدر انت مثلا تشيلها، بس هي تمثل الكومبريشن، فهي اقل من 15.3 نيوتن بير مليمتر سكوير، وهذه النتيجه اوكي جيده بالنسبه لنا. اذا اجينا هسه حسبنا للبوتوم ستريسز ات بوتوم فايبر، شو تمثل لي؟ الاف تي اس شو تساوي؟ الناقص 6.33 نفسها تبقى، هنا الإشارة راح تتغير لأنه للعلى هي موجبة لكن الأسفل سالبة، تصير ناقص 10.72. بالنسبة للسيرفيس فور سيرفيس لود هي بالأعلى ناقص لكن بالأسفل موجبة. شو راح تكون مساوي؟ إذا سوينا الجمع الجبري راح تكون مساوي 1.46 نيوتن بير مليمتر سكوير هاي التنشن، بينما احنا البيرميسبل ستريسز هي قد 2.9 نيوتن بير مليمتر سكوير، معناته احنا ما متجاوزين، معناته احنا ما متجاوزين، فاذا احنا ضمن الحدود. فاذا هسه شنو النتيجه النهائيه؟ النتيجه النهائيه بالنسبه للسيرفيس لود احنا ما متجاوزين لا بالكومبريشن ولا بالتنشن، يعني لا بالاعلى ولا بالاسفل، احنا ضمن شنو؟ ضمن البيرميسبل ستريسز. لكن بالنسبه للترانسفير ستيج لا، احنا اكو تجاوز عندي بمرحله التنشن، بينما بالكومبريشن اوكي ماكو مشكله. فالمفروض انه هذا يتم تغييره. احنا فقط هسه رايدين شنو؟ رايدين ججمنت، يعني حكم على انه هل انه متجاوز البيرميسبل ستريسز او لا. شكرا جزيلا.